أهلا وسهلا فيكم. اليوم حنحكي عن شيء كتير بيسألوه الناس، وهو هل هناك سقف معين، هل هناك رقم معين لعدد العلاقة الجنسية اللي بيقوم فيها الشخص أسبوعيا أو شهريا أو غيره؟ الحقيقة كتير دراسات انشغلت على الموضوع. في ناس بيقول لك أنا مرتين ثلاثة باليوم، في ناس بقول لك مرتين ثلاثة بالجمعة، في ناس بقول لك مرتين ثلاثة بالشهر. أوقات بتشوف حدا بالخمسينات أو بالستينات أو بالسبعينات بتقول لحالك أكيد هدول معنوا العلاقة الجنسية، أنا كطبيب ما بدي أسألهم عن الصحة الجنسية تبعها. بالعكس، كل الدراسات اللي قامت فيها كان محورها نقطتين مهمين. النقطة الأولى هي ليس هناك من حد وليس هناك من رقم معين للعلاقات الجنسية بيقوم فيها الشخص بحياته الزوجية أو بحياته الخاصة. وبالتالي قد ما يكون في رغبة بهذا الموضوع، قد ما يكون في تجاوب مع الآخر بالرضا تبعه بالموافقة تبعه بهذا الموضوع، فأمر كتير منيح. لا بالعكس، كلنا بنعرف أنه من الدراسات العلمية اللي قامت، وأهم دراسة من جامعة هارفارد كانت، انه العلاقات الجنسية اللي بتصير بالرضا واللي فيها متعة ترفع من قوة جهاز المناعة وتحمينا من الأمراض الالتهابية، أمراض القلب، تحمينا من أوجاع المفاصل، آلام الظهر وغير ذلك. ففيها كتير منفعة وفائدة. الأمر الثاني، غير انه ما في سقف لعدد المرات اللي بنقوم فيها بعلاقة جنسية يوميا أو أسبوعيا، ثاني نقطة هي نقطة انه في أشخاص ما كان في ارتباط بين عدد المرات اللي بيقوموا فيها بعلاقة جنسية وشعورهم بالمتعة الجنسية والاكتفاء الجنسي بحياتهم الخاصة، كانت الحياة الخاصة أو حياة الزوجية. هون صار الموضوع مش موضوع تحدي أنه لازم اليوم أو لازم بكرة أو لازم مرتين، أكتر هو قديش في نحن عنا رغبة مشتركة للقيام بعلاقة جنسية، إذا نحن حابين نكون حميميين أكثر وقراب لأكثر لبعضنا بشكل يومي أو بشكل أكثر من يومي. وأنت بتكون هذه العلاقة علاقة جنسية مباشرة، يعني مجامعة، أو فيها تكون علاقة جنسية حميمية وإلى ما هنالك. فإذا ما في رقم محدد، شولوا من راسكم أنه في رقم معين، وبالتالي أنا إذا تحت يعني ما منيح، إذا فوق يعني كتير منيح، ما إلى علاقة لا بالرجولة ولا بالبطولة ولا بشيء، أو أنا بحب التاني كتير أو بحبه قليل. النقطة التانية هي العلاقة الجنسية على مرات القليلة أو الكتيرة بتكون جاي من رغبة مشتركة بين الطرفين ورضا الطرفين ليقوموا فيها ويمارسوها. ولكن الأخطر من اثنين اللي بدنا يصير أنه الناس ما تقوم بأي علاقة جنسية. غياب العلاقة الجنسية بين الشريكين يؤدي إلى تباعد، يؤدي إلى أفكار سوداء، بتفكر إنه التاني ما بقى مشتهى من قبل الشريك، بتفكر إنه في شخص ثالث داخل على الخط وعم بيأثر على العلاقة بيناتهم، إلى جانب تأثير غياب العلاقة الجنسية على الصحة النفسية، على صحة جسدية، تزيد من الكبت، تزيد من الإحباط. وبالتالي ما لازم نترك حالنا بدون علاقة جنسية إذا نحن ضمن إطار الزواج أو ضمن إطار أي شراكة أخرى، ما لازم أبدا. وإذا في شيء منه ظابط، وإذا ما عم بيصير في علاقة جنسية كانت مجامعة أو حميمة أو مضاعبة أو غيرها، مفروض ينحكى بالموضوع. إذا ما في نحكي مع بعضهم بيجوا لعنا، بيجوا لعند غيرنا، لازم ينحكى فيها لحتى نفهم ليش السبب، وما هو السبب أو الأسباب اللي عم تمنع الناس يكون في عندها يعني تواصل جنسي مع بعضهم. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.